السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من تلفزيون جمهورية جيبوتي. حييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة لهذا المساء، وأستهلها بأبرز العناوين. فخامة رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته أمس في حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان. ودوليا 12 قتيلا على الأقل في انفجار في أفغانستان. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها، عاد فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر إجيلي اليوم الثلاثاء إلى أرض الوطن بعد مشاركته أمس في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة بعد إعادة انتخابه لولاية جديدة. وفي إطار العلاقات الدبلوماسية والودية يشارك فخامة رئيس الجمهورية، مما يجعل هذه العلاقات والتعاون والتبادل التي توحد بين البلدين والشعبين الصديقين. وشارك إلى جانب فخامة رئيس الجمهورية عدد من قادة الدول والحكومات في حفل تنصيب رئيس تركيا، بالإضافة إلى الروابط القوية عبر التاريخ التي تربط بين جيبوتي وتركيا. تمتلك جمهورية جيبوتي وتركيا شراكة استراتيجية ناجحة بين الجانبين في جميع المجالات التنموية، ويعد التعاون الثنائي بين الدولتين في مجال الطاقة الحرارية الأرضية خاصة ذروة التعاون الناجح بين الدولتين. ويشمل التعاون التركي الجيبوتي في مجال الطاقة الحرارية الأرضية عنصرا لتمويل ونقل المهارات والخبرات، وعنصرا لمساعدة من حيث اكتشاف واستقلال الحراري الأرضية في جيبوتي. وبفضل الشراكة فإن بلدنا تغلب على إحدى العقبات الأخيرة التي أعقت وصوله إلى التنمية المستدامة، وإن مشروع الطاقة سيسهم في تدفق عدد كبير من المستثمرين الأجانب في الداخل، بما في ذلك العديد من المصانع، والأمر الذي سيحقق في ترقية التنمية في جيبوتي وخلق فرص عمل للعاطلين. بحسب ما نقلته العديد من وسائل الإعلام، شارك 5 رؤساء دول عربية يوم أمس الاثنين في حفل تنصيب رئيس التركي رجب طيب أردوغان. وإليكم المزيد مع الزميلة حسنة عبد اليحيى. إذا شكرا حواء، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. كما أشارت الزميلة حواء، شارك في حفلة تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 5 رؤساء دول عربية، ورؤساء المشاركون في الحفل هم رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي وأمير دولة قطر، ورئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ورئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو. كما شارك ايضا كل من الامير السعودي، وزير الدوله عضو ومجلس الوزراء، مستشار خادم الحرمين الشريفين، ورئيس البرلمان الكويتي. وكان اردوغان قد ادى اليمين الدستوريه كاول رئيس للجمهوريه وفق النظام الرئاسي الجديد، وذلك امام البرلمان. ومع ذلك اردوغان الذي فاز في انتخابات 24 من يونيو اليمين سيدخل النظام الرئاسي حيز العمل رسميا. وعقب اداء اليمين توجه اردوغان الى ضريح مؤسس الجمهوريه مصطفى كمال، ثم توجه للمشاركه في حفله تنصيب بالمجمع الرئاسي. وتواصل وفود الزعماء المدعوين لحضور حفل مراسم تنصيب الرئيس التركي. إذا أيضا في خطاب للرئيس التركي الطيب أردوغان رجب طيب أردوغان في خطابه لتنصيبه لولاية جديدة في بلاده، أشار بتعهده بالتقدم في جميع المجالات. نعم حواء، وخلال حفل التنصيب ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب تنصيبه أمس الاثنين، بلاده تشرع في رحلة صوب حكومة ودولة أقوى، متعهدا بالتقدم في جميع المجالات من حقوق الإنسان إلى الاستثمار. وأضاف أردوغان في الخطاب الذي ألقاه أمام قصره الرئاسي في أنقرة، والذي يمثل بداية نظام الرئاسة التنفيذية الجديد ذو الصلاحيات الواسعة، أن الاجتماع الأول لحكومته الجديد سينعقد يوم الجمعة. وأوضح أردوغان أن تركيا ستتقدم في المرحلة الجديدة القادمة في كافة المجالات
المجالات لا سيما الديمقراطية والحريات والاقتصاد والاستثمار. وأضاف قائلا: سنعزز قدرات تركيا في كافة المجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية وأمن الحدود، وسنقوم بحملات كبيرة وضخمة في كافة المجالات وخاصة في الاستثمار والاقتصاد الكلي. وقال: تعهد بإعلاء شأن جمهوريتنا عبر مفهوم إدارة جديدة. وأكد أردوغان أن إدارته ستواصل تحسين وتطوير النظام الإداري الجديد، مشيرا أن ما يقع على عاتق الإدارة الجديدة بعد الآن هو العمل الدؤوب من أجل إحياء حضارة تركيا وتلافى الوقت الضائع. هذه كانت أبرز ما قالها الرئيس التركي في كلمته. شكرا لك حسن عبد يحيى. ونواصل في الحفل التنصيب، حيث أقام الرئيس رجب طيب أردوغان يوم أمس الاثنين مأذوبة عشاء على شرف ضيوفه المشاركين. وشارك في هذه المأذوبة رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جيلي، وذلك في مراسم تنصيبه رئيسا للبلاد رئيس تركيا. وأن مأذوبة الطعام أقيمت في المجمع الرئاسي، وشارك في مراسم تنصيب التي جرت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة 22 من قادة ورؤساء الحكومات وبرلمانات 28 دولة، فضلا عن أمناء 6 منظمات دولية. بعث رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي صباح اليوم برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي إثر وفاة عدد من المواطنين اليابانيين جراء الفيضانات الناتجة عن سوء أحوال الجوية. وعبر فخامة رئيس الجمهورية في برقيته باسمه وباسم الشعب الجيبوتي وحكومة عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الياباني ووقوفه مع رئيس الوزراء الياباني. وأكد رئيس الوزراء الياباني تضامن وتعاطف أهل جيبوتي شعبا وحكومة إلى جنب اليابانيين. وفي ختام هذه البرقية قال فخامة رئيس الجمهورية: نحن واثقون في قدرة بلادكم على تغلب هذه المأساة، بما أن الرقم القياسي الجديد للسلطات اليابانية وصل إلى 141 قتيلا. وتقدر الحكومة اليابانية أن هذه هي أسوأ فيضانات منذ عام 1983 في البلاد. لقد انهارت العديد من المباني ولا تزال العديد من المناطق مغطاة بالطين اللزج، وتم تعبئة 75 من رجال الإطفاء. أما الآن مشاهدين الأكارم، ننتقل مع الزميل مجدي المقبلي مراسلنا في منطقة تي علي في بحيرة عسل التابعة لمنطقة تجرة، حيث سيوافينا بالتقارير حول تاريخ مشروع الحرارة الجوفية الأرضية في بحيرة عسل، إضافة إلى تدشين هذا المشروع يوم غد. شكرا للزميلة حواء، شكرا مشاهدي، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية الخاصة المكرسة لحدث جديد. نحن نتواجد حاليا في موقع فيعلي ببحيرة عسل، حيث سيقوم فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي بتدشين هذه الحفارة الجديدة التي ستقوم بأعمالها قريبا، وقد وصلت إلى جيبوتي مؤخرا. هذا الحدث طبعا حدث كبير، سيعطي دفعة كبيرة لجيبوتي وحجم اقتصادي كبير. ذلك يعود الفضل أولا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي. طبعا هذا المشروع كما قلت سينعش الاقتصاد الجيبوتي وتحديدا في القرن الافريقي. وإليكم بداية تطورات الطاقة الجوفية الحرارية في جيبوتي وما علاقة هذه الطاقة الجوفية بجيبوتي. إليكم هذا التقرير في سياق التقرير التالي.
فالضاقة الحرارية الأرضية ضاقة وترعى البيئة، ضاقة نظيفة متجددة ومتنوعة ومنتظمة وميسورة التكلفة، وعلى العكس ضاقة الشمسية التي لا يمكن توليدها إلا وقت الشروق الشمسي، وضاقة الرياح التي لا يمكن استفادة منها إلا مع هبوب الرياح. فالضاقة الحرارية الأرضية متاحة طول الوقت. بدأ العمل في هذا المجال الطاقة الحرارية الأرضية قبل استغلال، حيث شهد هذا القطاع العديد من الاستكشافات. ومع ذلك فإن الاعتراف بهذه الموارد واستغلاله وتقييمه هو جزء من القطاع التعظيم، يتطلب برنامجا ووقتا طويلا واستثمار ضخم، وخاصة التكنولوجية هي العوامل الرئيسية قبل أي استغلال صناعي. لذلك فتاريخ الاستكشاف يمكننا تمييزه إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى في عام 1970 إلى عام 1975 تتعلق باستكشاف الطاقة الحرارية الأرضية في منطقة عسل، الموقع المختار لهذا الاستكشاف الذي حظي هذا الموقع دراسات مفصلة فيما يتعلق في المجال الجيولوجي وجيوفيزيائي. وتتعلق المرحلة الثانية هي التي في فترة ما بين 1980 إلى 1985 حول المواضيع الطاقة الحرارية وإجراء مختلف الدراسات الجيولوجية وجيوفيزيائية وجيوكيميائية التي تتركز في منطقة هلي، وأن نتائج هذه الدراسة وظروفها الجيولوجية سمحت لاستكشاف هذه الناحية. أما المرحلة الثالثة هي فترة ما بين يناير 1987 يوليو إلى عام 1988 بوضوع الموارد الطاقة الجوفية في ناحية حل التي خصصت إلى إنشاء آبار عميقة. وأن المرحلة الرابعة من العام 1989 إلى عام 1990 تتعلق بدراسة حول التكامل للحصول على العناصر الأساسية للتقليل المخاطر المرحلة التطوير. وما أما المحاولات الأولى للمكتب الجيولوجي التابع للوزارة المعنية منذ عام 1972 قام بإجراء وافتتاح مكاتب عدة وجهود لأجل استكشاف الطاقة الحرارية في لات عسل. إذا كانت المشاريع خفر الآبار مشجعة، توقفت البحوث في عام 1987 بسبب بعض النتائج حتى تسلم سدة الحكم فخامة الرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر أجيلي، والذي أطلق مشاريع مختلفة لتعزيز البحوث فيما يتعلق بطاقة الحرارية الأرضية في جيبوتي. يجب أن يقال أن الرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر أجيلي زار العديد من الدول التي تستقل الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الحرارية الأرضية حتى تتمكن بلادنا من التطوير والتنوير معرفتي في هذا المجال. دائما في سعي تحويل جيبوتي في مجال الطاقة المتجددة، فإن الرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر أجيلي أرسل الشباب لتدريب في المجالات التتعلق في الطاقة الحرارية، ويمضي هذا المشروع قدما وقد يكون له تأثيرات إيجابية وعميقة لبلادنا، حيث ستحدث كل هذه المشروعات وستساهم في جهود الوطنية المبذولة لوضع أسس التنمية المستدامة الشاملة. وفي ضوء قدرته التحويلية الملموسة يعد هذا المشروع عاملا محتملا في تغيير قواعد اللعبة لصالح جمهورية جيبوتي ومواطنيها. وكان هناك العديد من التحديات أمام المشروع طاقة الحرارية الأرضية، لكن بجهود مبذولة لتنمية تم التغلب عليها جميع العواقب والتحديات التي كانت تحول إنجاز هذه المشروع بشكل نهائي. نحن ندرك جيدا أن استغلال الطاقة الحرارية الجوفية تحتاج إلى مبالغ ضخمة، وقد بذلت جمهورية جيبوتي جهودا جبارة ووجهت نداء إلى المؤسسات العربية والإفريقية والأوروبية لتمويل هذا المشروع وإنجازه. كيف حصلت إذن جيبوتي على هذا التمويل؟ إليكم هذا التقرير. بوينان عنا لقيدا كوران جبوتي هايون تغيسيسه منوحبا من قرسو سالي مالي يدغان هانم أمرسي أرحي هاي كويتي كيدا دل ريقي اللي هي نما لباتنا كي مالحنا مليوني دولار هيماتي يمالي دغنا أكيني إيهيني ميي تمامالو تو تبانتتاكيه تان إلوا أكيني دغيني مغالي كومال تناكادونا عربكا دال ريجي اللي هيهنهن فيرما لسيدي حب 60 مليون دولار اكيني تناكادونا afin de financer ses projets qui lui tient à...
تحدثنا عن مجمل الجهات التمويلية التي قامت بتمويل هذا المشروع، وتحدثنا أيضا عن تاريخ الطاقة الحرارية الجوفية في جيبوتي. إذا ماذا يشكل هذا الموقع، أي موقع فاعل في بحيرة عسل، وكيف سيتم استغلاله؟ الإجابة مع الزميل إدريس عمر درر. وذلك سيصبح هذا الموقع موقعا اقتصاديا بالنسبة ليس فقط يعني للقرن الأفريقي، وإنما أيضا للمنطقة، وسينعش أيضا اقتصاد بلادنا في هذه المنطقة. وإن الطاقة الجوفية الحرارية ستلعب دورا كبيرا لبلادنا طبعا في استهلاك الكهرباء وتقليص تكلفة الفاتورة في بلادنا. طبعا هذه الجهود بدلها فخامة رئيس الجمهورية منذ وصوله إلى سدة الحكم في البلاد. تمويل المشاريع كما تحدثنا سيدتي وسادتي عن مجمل الجهات التمويليه التي قامت بتمويل هذا المشروع، وايضا البحث عن الطاقه الجوفيه على عده مصادر، وبالتالي سيتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع الجهات المانحة، من بينها صندوق التنمية الكويتي الذي منح 27 مليون دولار أمريكي لتمويل نحو 12 بئرا في قطاع جلاليكوما. وستتبع ذلك الاتفاقات التمويل الموقعة مع صندوق العربية للتنمية بمساهمة قدرها 30 مليون دولار أمريكي. وسيتم استخدام هذا المبلغ لإنشاء محطة طاقة حرارية أرضية يتم إنشائها في ناحية جلاليكوما. ويذكر في نفس الوقت في عام 2016 تم تجريب أول بئر لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية. لقد نجح المكتب الجيبوتي للتنمية الطاقة الحرارية الأرضية بالتعاون مع شركة باسل التركية لحفر هذا البئر للطاقة الحرارية. وإن التجربة الأولى لحفر هذا البئر للطاقة الحرارية الأرضية كلفت الحكومة الجيبوتية 2 مليون دولار أمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن جيبوتي قد استثمرت بشكل كبير في معدات الحفر بتكلفة 11 مليون دولار أمريكي، وذلك بشكل رئيسي من خلال شراء 225 طن من معدات الحفر للوصول إلى العمق أي 4000 متر. وستساهم هذه المبادرة الفعالة في استقلال الفعال للطاقة الحرارية الأرضية في جيبوتي. هذا وتم بذل المزيد من الجهود والاستثمارات الكثيرة من قبل الدولة من أجل إيجاد طاقة متجددة بتكلفة منخفضة للغاية، وذلك لتجسيد إدارة رئيس الدولة، وهو دفع جيبوتي بعدا جديدا وديناميكية جديدة للاقتصاد. وقد تحدثنا سيدتي وسادتي عن الجهات التمويلية التي قامت بتمويل هذا المشروع، سواء الجهات الدولية أو العربية أو الأوروبية، للتوقيع أيضا على هذه الاتفاقيات العديدة لحصول جيبوتي على الطاقة الحرارية الجوفية. كما تحدثنا أيضا عن تاريخ الطاقة الحرارية الجوفية ومتى بدأ استغلال هذا المشروع، وحتى إلى يومنا هذا بعد أن تسلم أيضا فخامة رئيس الجمهورية سدة الحكم، وما زال يفكر في هذا الموضوع لصالح المواطنين الجيبوتيين حتى يحصلون على الطاقة النظيفة 100%، وبالطبع طبعا لتقليص ايضا فاتورة الكهرباء وتحسين ظروفهم المعيشية اليومية حتى يعيشون برفاهية وسعادة. استغلال طاقة الحرارية الجوفية في جيبوتي إلى فئتين رئيسيتين. الأول استغلال طاقة الحرارية الجيولوجية في أعماق الأرض، واستغلال ثانيا استغلال طاقة الحرارية الجيولوجية في عمق متوسط. الآبار طاقة الحرارية الجوفية في جيبوتي مصدر لا يستهان به لطاقة الحرارية الأرضية الموجودة في جمهورية جيبوتي. وفي هذا السدد تم حفر ثلاثة آبار بتدليفة تغذى
تقدر بمبلغ 20 مليون دولار الأمريكي وبتمويل كامل من قبل جمهورية جيبوتي. ولا يقتصر استغلال الطاقة الحرارية الجوفية بهذه الآبار الثلاثة فقط التي تقع في ناحية كيلو 20 وجليليتي التائن في إقليم عرطة. ولقيام بذلك استفادت جيبوتي إلى اتفاقية التي تم إبرامها مع لجنة الاتحاد الإفريقي على وجه الخصوص. ليست شركة جيبوتي للكهرباء باستثناء في المجال استغلال طاقة الحرارية الأرضية، وخلال قرض من البنك الدولي بمبلغ 48 مليون دولار أمريكي تسعى شركة جيبوتي للكهرباء EDD إلى إنشاء محطة خاصة بها لتوليد الطاقة الكهربائية الجوفية. هذا وستقوم شركة الكهرباء الجيبوتية EDD ببناء مجموعة من الآبار متقاربة لإنشاء محطة الطاقة الحرارية الجوفية. هذا وقام بتمويل هذا المشروع الخاص لشركة الكهرباء الجيبوتية البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وشركة الاستثمارات الخاصة بالخارج المعروف بيت والوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الدولي للتنمية. وتم إدارة هذا المشروع وحدات المشاريع التابعة لشركة جيبوتي للكهرباء. السائل الذي تم إخراجه من الآبار هو المياه البحر تصل حرارته إلى 305 درجة، حيث أن البعض آبار تصل أيضا إلى 360 درجة مئوية في عمق الآبار. هذا وسيتم حفر الآبار في العمق أفقي يقدر بحوالي 2500 متر. ويتواجد لإنجاز هذا المشروع خبراء إسلنديين وجيبوتيين لمتابعة وتفقد لإنجاز هذه المشروع التي تتولى بها بعد مؤسسات وشركات خاصة لإنجاز هذا مشروع. ويأتي هذا مشروع أيضا إلى في إطار سياسة جمهورية جيبوتي لتعزيز طاقة الحرارية النظيفة وخاصة الطاقة الجوفية. جرت العديد من الدراسات الجيولوجية والفيزيائية والجيو الكيميائية الضرورية للوصول إلى هذه المرحلة التي نحن فيها الآن. هذا المساء نحن نتواجد بجانب الحفارة الجديدة التي وصلت إلى بلادنا والتي نراها ورائي، وإنها طبعا خطوة نحو رؤية 2035، حيث أكد فخامة رئيس الجمهورية خلال حضور قمة الطاقة المتجددة في نيودلهي في مارس 2018، وأكد مجددا أن جيبوتي تسعى للحصول على الطاقة المتجددة 100% لرؤية لأفاق 2035. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي. من أجل تمويل مشاريع عملاقة والتي تعتمد عليها الخطة الاقتصادية للبلاد، فإن رئيس الجمهورية على علم بتكاليف الهائلة لها. هذا وقد أكد فخامة رئيس الجمهورية سيد إسماعيل مرجلي مرة أخرى أمام ندرائه في منتدى التحالف الدولي الذي انعقد في مارس عام 2017 خلال قمة نيودلهي المكرسة حول الطاقة المتجددة، وهي رؤية تتعلق حول برامج ملموسة وبدأ عمله. وكما نرى في هذه الصورة بدأت آلية الحفر التي تعمل بعمق، وقد تم إيجارها من شركة أيزلندية ووصلت إلى ميناء دورالي متعددة الخدمات في 11 من شهر يونيو الماضي. وتضم هذه الآلية 72 حاوية و24 بضائع أخرى تقضي مختلف أجزاء الحفارة، وتقدر قيمتها بحوالي 30 مليون دولار أمريكي، وتم توصيلها إلى موقع فيال من قبل المهندسين. هذا وتستطيع هذه الحفارة الوصول إلى عمق 4000 متر وحفر جميع أجزائها. هذه التكنولوجيا الجديدة المتقدمة ومتطورة في مجال حفر الطاقة الجوفية الحرارية، حيث تسمح بحصول على خزائن الساخنة ومصادر الحرارة، حيث تقوم بتحريك التوربينة لتوليد الطاقة الجوفية الحرارية. كان معكم مجد المقبلي من موقع فيعلي ببحيرة عسل، وإليك الكلمة حواء. شكرا
لزميل مجدي مقبلي الذي وافانا بآخر التطورات والمحطات المختلفة لهذا المشروع الطاقة الحرارية الأرضية في بحيرة عسل. وفي بيان صحفي أصدرته اللجنة التنفيذية لحزب التجمع الشعبي من أجل التقدم إربيبي قالت فيه: نيابة عن رئيس الحزب ورئيس الجمهورية ونيابة عن اللجنة التنفيذية للتجمع الشعبي من أجل التقدم، ترحب بالتطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا من قبل إعلان مشترك للسلام والصداقة في أسمرة، وأن حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم يرحب بعهد جديد من السلام والصداقة بين الشعبين، كما يدعم الحزب هذه المبادرة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لالتزامه بالسلام بين البلدين وعموما في القرن الإفريقي. وكما يشجع حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم هذا العمل الدائم من أجل السلام والتقارب بين شعوب المنطقة وتحقيق السلام الدائم وبين إريتريا وإثيوبيا، ويعطي الأولويات للتكامل الإقليمي في المنطقة ومصلحة شعوبنا من خلال منع الصراعات أساسها آثار حدود المتوارثة من حقبة الاستعمار. ويأمل حزب إربيبي أن تكون ديناميكية السلام هذه شاملة ومثمرة للمنطقة. وفي الأخير أكد حزب تجمع الشعب من أجل التقدم بأن عوائد السلام المتجددة ستجلب المنطقة برمتها إلى الرخاء والتنمية المستدامة التي تستفيد منها شعبنا. وإلى النشرة الدولية وينضم معنا الزميل إدريس عمر. أهلا بك إدريس. أهلا بك. آخر المستجدات وإلى أفغانستان التي قتل فيها انفجار على الأقل 12 قتيلا. نعم، قتل 10 أشخاص على الأقل بينهم 8 مدنيين في تفجير انتحاري استهدف اليوم الثلاثاء آلية لقوات الأمن الأفغانية في مدينة جلالباد عاصمة ولاية النانغرهار شرق البلاد. وأوضح المتحدث باسم الحاكم الولاية أن الهجوم الانتحاري أدى إلى إصابة 4 أشخاص آخرين بجروح واشتعال النيران في محطة الوقود المجاورة. وأكد مسؤول الصحة في جلالباد نجيب الله كمال عدد القتلى والجرحى، مضيفا أن بعض الضحايا نقلوا إلى المستشفى مصابين بحروق بارقة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن أحد شهود العيان قولها: رأيت كتلة نار كبيرة اندفعت بالناس بعيدا، الناس كانوا يحترقون. وشهدت جلالباد مؤخرا العديد من الهجمات وسط تصعيد المتمردين عملياتهم في المنطقة المتطرفة. وإلى الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعيين المحافظ بريت كافونو عضوا في المحكمة العليا. نعم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي عن تعيين المحافظ بريت كافانو عضوا في المحكمة العليا. ويثير هذا الإعلان المخاوف في ترجيح كفة المحافظين في أعلى هيئة قضائية في البلاد. وقال ترامب في تصريح في البيت الأبيض: يسرني ويشرفني أن هذا المساء أن أعلن أنني أعين في المحكمة العليا بريت كافانو القاضي الذي يتمتع بمؤهلات نهائية لا تشوبها شائبة وبمميزات لا نظير لها وبالتزام مثبت بالمساواة في العدالة بحسب ما يمليه القانون. وأضاف الرئيس الأمريكي: ليس هناك أحد في أمريكا مؤهل أكثر منه لتولى هذا المنصب، وليس هناك أحد يستحقه أكثر منه، مناشدا مجلس الشيوخ الموافقة على هذا التعيين بسرعة. هذا أبرز ما لدينا مساء اليوم. شكرا لك إدريس حول هذه المستجدات الدولية. مشاهدينا، ونصل إلى ختام هذه النشرة، وإلى اللقاء.